أشاهد بقرة جميلة وكيوت في المزرعة، ومنظرها الجميل جدا والرائع. طبعا هذه البقرة لها عدة ميزات جميلة جدا ورائعة. بسم الله ما شاء الله، دي منظر البقرة وشكلها الجميل والكيوت، يعني بصراحة حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. بصوا كده، دي منظر البقرة، يعني منظرها رائع جدا وشكلها في قمة الجمال وقمة الروعة. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. دي منظر المزرعة، طبعا هذه البقرة دلوقتي في المزرعة، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. بسم الله ما شاء الله، هذه البقرة اهي يا جدعان. طبعا ما تنساش تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، ولا تنسى تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.